في إطار الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء، ندوة جهوية الجمعة بمراكش تحت شعار جميعا ضد العنف. المشاركون في هذه الندوة أكدوا أن وقف الظاهرة يستدعي تضافر جهود كافة مكونات المجتمع، مؤكدين أن مقاومتها وإرساء حماية ناجعة للنساء مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات والتقائية بين مختلف المتدخلين. وحنا الهدف ديالنا من هذا تنظيم هذا اللقاء هو التوعية والتحسيس لفائدة النساء وفائدة المواطنين جميعا من أجل وقف العنف ومن أجل تصدي لظاهرة العنف ضد النساء خاصة في العالم القروي وأيضا في العالم الحضاري، لأن كما تنشوفوا بأن ظاهرة العنف مازال مستفحلة في المجتمعات ديالنا، ومازال حنا كنعانيوا من هذه الظاهرة ديال العنف، ومازال خاصنا أننا نشتغلوا عليها يعني بواحد يعني بتنسيق مع جميع الفاعلين المحليين على صعيد المحلي ولا الوطني ولا الجهوي. الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء التي تستمر إلى غاية 20 دجنبر الجاري بشراكة مع العديد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، تتوخى تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من هذه الظاهرة.